وكذلك الموجودين في المدرجات. كرة ملعوبة عرضية أمامية خطيرة لمصلحة نادي العهد. استلام خطير الكرة الماضية تسديدة والهدف الأول. الهدف الأول لمصلحة نادي العهد عن طريق محمد قدوح في خطأ كبير في إبعاد الكرة الماضية من دفاع نادي فنجة. محمد قدوح يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول. الهدف الأول شوف الاستلام في الكرة الماضية لا يوجد أي ضغط من اللاعب محمد مبارك في الكرة الماضية. كان بإمكان محمد أن يبعد الكرة قبل وصولها للاعب محمد قدوح ليوضع الكرة في الشباك ليتقدم نادي العهد بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة. نادي هذه عاد الكرة الماضية يعني شوف الكرة الأولى الإبعاد في الكرة الأولى من محمد مبارك كان غير سليم، المراقبة غير موجودة، ومحمد وجد مساحة سهلة جدا ووضع الكرة بكل سهولة في الشباك، وبالتالي يتقدم العهد بالهدف الأول. كرة ملعوبة سريعة أمامية الآن لمصلحة فريق العهد تسديدة وهدف ثاني. هدف ثاني يستغل من خلاله نادي العهد واللاعب حسين زين ارتباك و يعني عدم استعداد لاعبي نادي فنجة في الكرة الماضية. علي زين ينطلق في الجهة اليمنى ويسدد الكرة باتجاه المرمى ليضيف ثاني الأهداف قبل ربع ساعة من نهاية المباراة. يضيف اللاعب علي زين الهدف الثاني بشكل مباغت تماما للجميع، باغت فيها الجميع اللاعب علي زين أو حسين زين ويسجل الهدف الثاني لمصلحة نادي العهد اللبناني. يعني كان بإمكان نادي فنجة أن يتفادى هذا الهدف بعد ما قدم شوط أو قدم نصف ساعة في الكرة القادمة في تنفيذ الخطأ القادم. كرة ملعوبة عالية ممتازة جميلة سيئة والهدف هدف تقليص الفارق يأتي. هدف تقليص الفارق يأتي عن طريق شوقي الرقادي. شوقي الرقادي يتقدم في الكرة الماضية ليرتقي في الكرة ويضع الكرة في الشباك ويقلص فريق نادي فنجة النتيجة عن طريق شوقي الرقادي الذي يأتي من الخلف غير مراقب ويضع الكرة براسه في الزاوية البعيدة.